أي رياضة الآباء والأجداد، عشاقي هذه الرياضة العربية الأصيلة. هكذا تعلن الانطلاقة لتعلن أول رموز هذا المهرجان الكبير، مهرجان جائزة زايد الكبرى التراثي الذي ينطلق من هنا من عاصمة الميادين، لينطلق هذا الرمز الغالي، لينطلق هذا السن وسن السرعة والمفاجآت. أبدأ مع حضراتكم مع مقدمة الشوط، وأبحر مع المركز الأول، أول المتقدمين والمنطلقين. شاهين يتقدم مع المركز الأول، يتقدم رامز بن محمد بن ضبيب العامري مع المركز الأول. المركز الثاني يتقدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني، علي بن راشد بن رايح المري يتقدم مع المركز الثاني، يقدم لنا شعاره كما تقدم مع الشوط الماضي وحصل على المركز الثاني. راح الخنجر يا بن رايح والدرع بالانتظار. المركز الثالث في هذه اللحظات القادم، والمنطلق اليريور مع المركز الثالث، يتقدم محمد بن علي بن سعيد اليحافي مع المركز الثالث. المركز الرابع القادم، حشيم مبارك بن جابر بن هياي المنصوري. المركز الخامس المنطلق جلاد عبد الله بن مطر بن حاده الاكتبي، زايد التراثي. ورامز يا رامز يا رامز، انت اللي ترمز والكل على الصامت، ولكن بن عميرة يتحدث بلغة الكبار. كفو وانت كفو، كفو وانت كفو، كفو يا كفو يا بوي. يا السلام الى زاخر، الى زاخر، خل الدرع يسكن العين. تهانينا تهانينا لك يا سلطان يا بن حمد يا بن عميرة يا الشامسي على فوزي كفو في المركز الاول. المركز الثاني وصل شاهين ملكة رامز بن محمد بن ضبيب العامري، بينما المركز الثالث وصل مهدي ملك احمد بن محمد الكثيري. ورابع المراكز شعار سالم بن حمد بن ركاض العامري. وخامس المراكز من يحمل رقم 63 غيار ملك مبارك بن شعفان بن عبيد العامري. اذا متابعينا الكرام في كل مكان، التوقيت الزمني الذي يتسجل 5:55.7 من الثانية، توقيت كفو. تهانينا لمالك كفو بن عميرة على هذا الفوز، 5:56.2 من الثانية توقيت شاهين. تهانينا لرامز بن محمد العامري على هذا الفوز، بينما المركز الثالث وتوقيت الزمني لحظة الوصول 5 دقائق ما شاء الله و57.8 من الثانية. تهانينا الأحمد بن محمد الكثيري على هذا الفوز، تهانينا للجميع والناموس.